أعزائي طلاب المرحلة الرابعة في قسم علوم الحاسوب بكلية دجلة الجامعة، أرحب بكم مرة ثانية، أجمل ترحيب، وأتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وإن شاء الله تكونوا بألف خير، وخاصة أنه بلدنا والعالم يمر بجائحة كوفيد-19 اللي أجبرتنا على الحجر الوقائي في منازلنا. هاي المحاضرة هي المحاضرة الثانية من مادة الإيكوميرس، مادة التجارة الإلكترونية، اللي بديت أسجل هذه المحاضرات بالتسلسل، ابتداء من المحاضرة الأولى، وهسه احنا وصلنا إلى المحاضرة الثانية واللي أخذناها سابقا بأيام الدوام، طبعا من أجل الاستفادة القصوى لطلابنا الأعزاء. محدثكم دكتور مازن سمير الحكيم، وهذه المحاضرة الثانية. قبل لا نبدأ المحاضرة بالحقيقة، يمكن اليوم وضعنا الدراسي بالبيت صار هالشكل، أنه ممكن نباع المحاضرات على الانترنت، ربما بالحاسبة، ربما بالموبايل، وإحنا محتاجين أنه محاضراتنا ملازم نكتبنا حتى نسجل الملاحظات ونستفاد من مراجعة المادة. بشكل عام كل أساتذتنا يمكن بدأوا بسبب هذا الوضع الصحي العالمي بدأوا أن يسجلون محاضرات على الإنترنت ويدزوها للطلاب. بالنسبة لي أنه أنا دا أحطها على موقع اليوتيوب على الجامعة أو اليوتيوب التشانل الخاص بي، وأيضا دا أحطها على جوجل كلاس روم كمنصة تعليم الإلكتروني، وأيضا دا أدزل لينك عن طريق القناة عن طريق التليجرام حتى الطالب يقدر يوصل ويراجع المادة. بأي حال احنا حتى ناخذ فكرة أولية، يعني كالعادة انه بالعربي خلينا نشوف شنو محور المادة مالتنا لهذا اليوم. التجارة الإلكترونية مثل ما سولفنا بالمحاضرة الفاتت هي تجارة باستخدام الوسائل الإلكترونية، وطبعا تحديدا هنا احنا بنحكي على الإنترنت. نريد نشوفه بهاي المحاضرة بعد شنو أول منتج تم بيعه، وشنو أول متجر إلكتروني كان موجود على الإنترنت. أيضا نريد نشوف شنو المنتجات المباعة عبر تجارة التجزئة، يعني هذه اللي دا تروح ودا تجي، هاي البزنس اللي دا يصير على الانترنت، شنو أهم المنتجات اللي كانت في المرحلة الفاتت. ابتداء انه كلمة الكوميرس التجارة حتى نشوفها كتعريف، ككلمة كوميرس هي عبارة عن عملية اكسشينج، عملية تبادل. تبادل يعني بيع وشراء، المن بيع وشراء اكسشينج للبرودكتس، للمنتجات والسيرفز والخدمات، خاصة لما نحكي على التجارة، خاصة إذا كانت هذه التجارة والإكسشينج البيع والشراء كانت في على مساحة واسعة على منطقة عالمية. خلينا نقول طبعا نقول إنه الإي كوميرس أو الإلكترونيك كوميرس، يعني التجارة الإلكترونية، هي نفس التعريف، راح يكون نفس تعريف التجارة، لكن إيش راح يكون الإكسشينج هنا؟ راح يكون إلكترونيكلي، يعني راح يكون إلكتروني. فبالتالي عملية الإكسشينج هنا بالتجارة الإلكترونية راح يكون هو إكسشينج إلكتروني، يعني عملية البيع والشراء راح تكون إلكترونية لهذه المنتجات ولهذه الخدمات، بالاعتماد طبعا على الأونلاين سيرفز، يعني على خدمات هي أونلاين، وخصوصا أنه إحنا دا نستخدم مثلا شبكة الإنترنت. التجارة الإلكترونية شباب هو حال أي بزنس آخر، بس الفكرة هنا أنه يكون عندنا التعامل والتبادل، دا يكون الأموال مقابل الخدمات والسلع اللي هي قد تكون سوفت مثل برامجيات، أغاني، لايسنس مثلاً، أو هارد يعني، أو منتجات يعني تكون ملموسة. فبالتالي راح تكون هنا عندنا عمليات، كلها عمليات بزنس على الإنترنت نسميها إيكوميرس. بشكل عام شباب إنه أبسط موقع للإيكوميرس هو ظهر بال 1992. وبالحقيقة أول منتج هو كان بال 1994، كان من شركة آي بي سويتش كومباني، شركة آي بي سويتش باعت هذا المنتج عن طريق، لأول مرة باعت هيك منتج عن طريق الإنترنت. كان اسمه هذا المنتج آي ميل سيرفر، كان هذا فيرجن رقم 12 آي ميل سيرفر، اللي هو سوفت وير كان متاح على أونلاين، اي واحد يقدر يشتري مباشره عن طريق الانترنت ويسوي له داونلود مباشره على الحاسبه مالته. هذا بال 1994، فلذلك كانت هي هاي بدايات التجاره الالكترونيه عن طريق الانترنت. لاحقا بال 1995 تاسست شركه amazon.com، جيف بيزوز اللي هو انشا هاي الشركه واطلقها. بالمناسبة يعني بس بشكل بسيط انه شعار امازون هو تطور كل شهواية، بس بشكل عام هو هسه هذا الشعار الحالي، وهذا السهم يدل انه يوفر امازون منتجات من اي تو زد، يعني كل شيء يوفر بهذا المتجر اللي هو متجر اونلاين. ايضا بعده في هذه السنة او نهاية هذه السنة ايضا بال 1995 تم انشاء شركة اسمها اكشن ويب، لاحقا صار اسمها اي باي.
أوميدار هو اللي أسس الأكشن ويب اللي صار اسمها إي باي بعدين أيضا بال 1995. فهذه كانت من الشركات أو المواقع الرائدة في التجارة الإلكترونية ولا زالت. لو لاحظ هنا ابتداء من 2014 لحد 2023 نشوف حجم مبيعات التجارة بالتجزئة حول العالم مش قد هي صعدت ونمت. نشوف أنه سنة عن سنة كانت تطور المبيعات بالتجارة بالتجزئة بدأ يزداد، لكن نشوف هنا القفزات أنه صارت أضعاف وبالتالي التجارة من المتوقع أنه تزداد أكثر وأكثر. بالمناسبة هذه كانت قبل الحالة الصحية الوضع الصحي العالمي. ممكن إن شاء الله بالمحاضرات اللاحقة نشوف إيش قد حجم التجارة الإلكترونية بسبب الوضع العام إيش قد ازداد، يعني صار قفزات كلش كبيرة باستخدام هذا الأسلوب من التجارة. في عام 2019 اللي صار حتى لو نشوف إنه نشوف شنو أكثر المنتجات اللي تم تداولها على شبكة الإنترنت، نلاحظ الملابس والأزياء كان تقريبا 5 مليارات وربع، يعني 524 مليار دولار تم صرفها على موضوع بيع وشراء الملابس. أيضا كانت بعد هي الأجهزة الإلكترونية، هذا عالميا دا نحكي. أيضا الغذاء، الشراء، الأطعمة، الدليفر، أيضا الأثاث، أيضا يجي الألعاب، التنقل والترافل، يعني التكتات النقل، التنقل، التكتات التذاكر الطائرة وتذاكر القطارات، أيضا كان أيضا عن طريق الإنترنت تنقص التكتات والبيع والشراء، أيضا الأغاني الديجيتال والجيمز أيضا. فأشوف إنه هذه أكثر الاتجاهات الإي كوميرس بالعالم. كملخص كي ستيتمنتس نشوف لهذه المحاضرة، التجارة الإلكترونية هي بالحقيقة هي عملية اكستشينج إلكتروني، يعني بيع وشراء إلكترونية للمنتجات والخدمات تتم عن طريق خدمات الأونلاين أو عن طريق الإنترنت. أيضا لاحظنا بهاي الملاحظة أنه أول منتج كان هو الإيميل سيرفر واللي هو من قبل شركة آي بي سويتش واللي تم إطلاقه أونلاين بالعام 1994. فنقدر نقول أنه هي هذا أول منتج وأول تجربة كانت للبيع مباشرة عن طريق الإنترنت من 1994. أيضا أول موقع ويب سايت كمتجر رسمي على الإنترنت ظهر بال 1995. هم حقيقة كانوا اثنين، أول شيء كان الأمازون، بعدين لحق موقع الإي باي كمواقع رائدة في مجال التجارة الإلكترونية. هذا كان ملخص لمحاضرة هذا اليوم. شباب نذكر أنه هذه المحاضرات كانت ألقيناها في الكلية بالحالة الطبيعية، لكن بسبب الجائحة العالمية كوفيد 19 للأسف احنا يعني هذه المحاضرات اللي كانت عندنا بي دي اف او باور بوينت اضطرينا انه نقعد ببيوتنا كاجراء وقائي، وبالتالي احنا كأساتذة اصبحت عندنا مسؤولية انه نوصل المحاضرات لكم بالطريقة المناسبة، وبالتالي بالنسبة ان سجلناها على شكل فايل فيديوي لان احنا نؤمن دائما انه الملف الفيديوي هو يعادل دقيقة الوحدة تعادل 1800 كلمة، فبالتالي انه تسجيل الفيديو هو مهم لإيصال المعلومة بشكل جيد. وهذه دا أحطها بالنسبة لي أنا، دا أحطها على الشانل على اليوتيوب، أيضا دا أحطها على الصف الإلكتروني اللي هو جوجل كلاس روم. أذكر أنه الصف الإلكتروني بيحتاج إلى كود، هذا الكود اللي خاص بالمادة مالتنا مال الإي بيزنس إي كوميرس. نرجع نقول حتى تفوت، يعني إذا ما كنت مسجل سابقا ممكن تدوس على classroom.google.com، راح تفوت هنا، هذا هنا، هنا هذا الاوبشن البلس تدوس عليه راح تطلع لك جوين كلاس، ممكن تدوس على جوين كلاس راح يطلب عندك رقم الكود، الكود اللي هو الخاص بكل مادة. على سبيل المثال هذا الكود اللي خاص بالمادة مالتنا، من تقول له جوين راح نشوف انه راح يضيفك يضيف هذا الكلاس او هذا الصف لهاي المادة. تقدر تكرر العملية مرة اخرى لكل الكودات اللي موجودة عندك، كودات الصفوف اللي موجودة، فتقدر تضيف المادة الثانية وتضيف المادة الثالثة، وهالشكل تقدر تضيف بقية المواد حتى تقدر توصلها. من تفوت على الكلاس هنا راح تلقى هنا المواد وهنا إضافة المواد وشلون تسلسل الفعاليات والأنشطة اللي راح يكون عندنا. بشكل عام حتى توصل إلى المواد تفوت على كلاس وورك، راح تلقى هنا المواد موجودة، هنا راح كل ما تنزل محاضرة كل ما راح تلقاها هنا بالكلاس وورك موجودة. طبعا احنا هذا الوضع اللي موجود حاليا، احنا نتمنى انه ما يستمر ونرجع الى صفوف الدراسة باقرب وقت ممكن، واتمنى الصحة والعافية الى الجميع.
اي سؤال ممكن انه تدز على جوجل كلاس روم او تدز لي بالتليجرام او اي طريقه اخرى، وحكون مسرور بالاجابه عليهم. شكرا جزيلا.